بغينا الاخوان وجهوا واحد النداء الناس ديال التجهيز، الناس المسؤولين لتجهيز مدينه الجديده. بصراحه وجهنا ماشي مره ماشي جوج نداء ان هاد الناس المسؤولين مي بور لانستون ويلي كانوفو لحد الان الطريقه الاخوان رجوما ديجا صورتوها شفتوا حالتها كيف دايره، ديما تراب ديما هاد الماء اللي تيبقى هنا تيعطي واحد الريحه. شنقول لك لدرجه الناس راه كيضربوا طوموبيلاتهم، انا كاع الناس كاين اللي راه ديجا طوموبيل غير الصباح السيد ضربه راه وز ليه طراس الزيت راهو مازالين لدابا. المعاناه الثانيه بالنسبه لك اللي راج عنده مشكل بالليل، هنا راه في الليل راه يعني الا ما كنتيش موتوريزي ما تقدرش تخرج، يعني على رجلك كتيفيت انك تخرج هنايا. ثالثا بالنسبه لي كاميون، لي كاميون راه ديجا كنا سمعنا راه كانت لا ديسيزيون خرجات باللي خاصهم يتحيدوا من هنا، مي راهم مازالين تيوقفوا، مي السلطات ما تيهضروش معاهم، ما كاينش اللي كيهضر معاهم، ما كاينش اللي كيحرك شي ساكن، ما فهمناش. وكنقولوا لهاد الناس المسؤولين راه حنا منكم وانتم منا، ردوا لنا البال شويه والله يرحم الوالدين. كما كتشوفوا دابا هذا المشكل هذا خصوصا في هذه الدائره هذه فاش كتكون تساقطات ديال الشتاء كنلقاو بزاف تاع المشاكل وكيطراو دي زاكسيدون. وانا دابا المنطقه هي حديثه البناء، ولكن كما كتشوفوا يعني البنيه الطرقيه مكرفصه بزاف، وكنتمناو زعما يكون شي حل، ماشي شي حل ترقيعي ولكن شي حل اللي يكون دايم. ساكن من سكان حي المطار تنعانيو من بزاف ديال المشاكل، من بين هاد المشاكل عندنا مشكل ديال البنيه التحتيه، الطرقات عندنا حاله كارثيه يرثى لها، عندنا مشكل ديال الاناره جد منعدمه سيرتو في الليل، دونك عندنا مسائل ديال الكريساج، عندنا نقص في الامن، عندنا مشكل ثالث وهو ديال النظافه، ما عندناش حاويات ديال القمامه، الناس ديال البلديه ما استجبوش للدعوه. من هذا المنبر تنتمنوا يسمعوا الصوت ديالنا ويلبيوا الدعوه. عندنا مشكل ديال ستاسيونمون ديال لي كاميون ديال الرمله، هنا تيخلقوا لنا مشاكل ديال تيخسروا الطرقات، تيخسروا الهضره، تيديروا تجمعات. هاد المشكل دونك خاصها تحلوا البلديه تعطيهم اماكن اللي يستاسيونوا فيها وتا هما يترزقوا الله، ماشي مشكل، ولكن يبعدوا الاماكن اللي هي مسكونه وفيها السكان ديالها. واش غادي نقول لك، حنا جينا كفكره اولى ان هذا الحي هذا انه حي جميل وحي راقي وفيه البنيه التحتيه مزيانه وباقي جديد. على هذا الاساس حنا جينا شرينا هنا وخذينا المبادره باش نشري هنا، مي مع الاسف حنا تنقولوا هذا العام، حنا ما يقارب 3 سنوات وحنا ساكنين في هذا الحي، تنقولوا هذا العام غادي تصيب، هذا العام غادي تصيب، حنا 3 سنوات وحنا في الانتظار وتنتعرضوا تنعانيوا من بزاف ديال المشاكل اللي هي عندنا. السيارات ديالنا تتعرض للعطب يوميا، عندنا الناس ديال الطاكسيات ما تلاوش بغي يجيبوا لهاد البلاصه لان الطرقات ديالها خايبه ما تيبغوش يجيو ليها كاع، دونك الاناره ما كايناش، ما تقدرش تخرج بالليل هنا الا ما كانتش معاك الوناسه ولا انسان ما قدرش يمشي بوحدو في الشارع، رغم انها شوارع اللي هي رئيسيه ومحوريه عند دوبل فوا راه وما فيهاش الدورة شي حاجه اللي لا ما تتصدقش. وتنتمناو من السلطات تسمع النداء ديالنا وتلبي الدعوه. اخويا كما راه كي يعني كنعيطوا لهم ونهضروا معاهم ولكن ما كيكونش كاع شي حل، حنا بغينا شي حل لهذا الشيء يعني يسالي، يعني يديروا شي طريقه اللي تكون دائمه، ماشي غير يجي ويرق عليك ودوز عاوتاني الشتا عاوتاني، ديما الشتا راه وانتم راه عارفين هذا الشيء. خويا راه من نهار جينا يعني كاع مازال ما تبناش هذا الشيء، يعني من نهار بدينا هنا سكننا هنايا وهذا المشكل هو كاين، يعني الطريق من الاول ما مخدوماش مزيان من الاول، وكانوا ترقيع ترقيع ولكن حتى شي حاجه يعني ما كانش عندها فائده.